حلقه جديده هنا ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد لفيلم داث اون نايل. داث اون نايل هو كان واحد من اكتر الافلام اللي انا متحمس اشوفها السنه دي في سنه 2020. كانوا قالوا كتير ان هو هيتاجل للسنه الجايه، بس نظرا ان هم رجعوا وفتحوا السينمات تاني والافلام نزلت، وفي حبه افلام نزلت حتى لو افلام قديمه مش مشكله، بس في افلام نزلت. واكتر فيلم انا منتظره، من اكتر الافلام اللي انا منتظرها السنه دي، سواء الفيلم ده او فيلم تنات اللي مفروض هينزل في اخر الشهر ده ان شاء الله باذن الله، هنتفرج عليه طبعا وهيبقى له ريفيو. فيلم داث اون نايل هو فيلم اصلا يعني معمول له اساسا ريميك. هو اساسا فيلم موجود من السبعينات، الممثلين بالنسبه لي هم مش مشهورين، بس الفيلم كان مشهور ان هو طبعا كتابه اجاثا كريستي، وكان كسب اوسكار واحد بس، ان هو كان بيست كاستيوم ديزاين، اخذ اوسكار احسن كاستيوم ديزاين، تصميم ازياء، تقريبا كان سنه 1978 حاجه زي كده. والسنه دي في سنه 2020 حبوا ان هم يعملوا الريميك بتاعه تاني، يعتبر الجزء الثاني لسلسله افلام اجاثا كريستي اللي كان من كام سنه كان معمول ميردر اون ذا اورينت اكسبرس. اللي انا شايف من وجهه نظري كان فيلم حلو جدا، عجبني جدا، ونهايته ما كانتش متوقعه نهائي. فيلم داث اون نايل هو من كتابة مايكل جرين، ده الكاتب اللي كان كتب قبل كده لوجان، فيلم لوجان اللي ترشح الأوسكار لأحسن أدابتد سكرين بلاي من كوميك بوك، ومن إخراج كينيث برانجا. هو نفس الراجل اللي هيعمل دور إركيل بارو اللي كان موجود برضه في الجزء الأولاني بتاع ميردر اون أورينت إكسبرس. هو نفس المخرج، وهو الممثل اللي موجود في الفيلم. هو برضه مشهور، اترشح بتاع 5 جوائز أوسكار على ما أعتقد. الراجل ده كان ترشح في ماي ويك ويز مارلين، وكان ترشح تقريبا في فيلم هنري 5 كمخرج وكممثل، اترشح كذا اوسكار يعني. فريق البطوله اللي معانا في داث اون نايل هي جال جادوت وارمي هامر، يعتبر دول اكتر اثنين مشهورين، ومعانا طبعا كينيث برانجا اللي هو اركيل بارو، ومعانا كمان لتيتا رايت دي اللي كانت عملت فيلم بلاك بانثر، وكمان راسل براند. دول اللي هم النجوم اللي مشهوره قوي اللي موجوده في الفيلم، وكمان معانا انيت بانينج. القصه بتاعته زي القصه بتاعت ميردر اون اورينت اكسبرس. انا ما قريتش بصراحه الكتاب بتاع اجاثا كريستي، بس الفكره اللي هو اكيد هم في باخره على النيل، لان هو المفروض متصور المفروض ان هو في مصر، بس هو مش في مصر طبعا، ده اكيد لوكيشن سيت اب لوكيشن. وحصل اكيد جريمه قتل على المركب، هو يعتبر زي نفس الجزء الاولاني، حصلت جريمه قتل على القطر وعايزين يعرفوا مين القاتل، بس الجزء الاولاني كان قطر والجزء الثاني مركب. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ورا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره لفيلم داث اون نايل. يلا بينا. The romance of the desert. I ask you, have you ever loved so much? You had something to hide. The murderer is one of you. I don't feel safe here. I have investigated many crimes, but this altered the shape of my soul. I am Detective Hercule Poirot, and I will deliver your killer. How many great stories are tragedies? Okay. فيلم شكله مشجع جدا. انا بعشق نوعيه الافلام دي اللي فيها الميستري وفيها اللي هو الجو السسبنس والقتل، ومفروض تعرف مين اللي قتل في الاخر. انا بعشق الحاجات دي من صغري اصلا، من ايام لما كنت بتفرج على المحقق كونان يعني. فالحوار ده موجود معايا لحد النهارده، حتى في الافلام بعشق نوعيه الافلام دي. للاسف مع الاسف ما انا واحد يعني بحب القرايه، بس انا مع الاسف عمري ما صادفت ان انا اقرا كتاب لاجاثا كريستي، بس بحب طريقه التفكير بتاعت اجاثا كريستي حتى في الفيلم الاولاني. ما اعرفش اذا كان هم مشوا على نفس اللي موجود في الكتاب ولا لا في ميردر اون ذا اورينت اكسبرس، لان النهايه بصراحه كانت حلوه جدا وكانت صدمتني. انا حرفيا شكيت في كل الفيلم لدرجه ان كنت فاضل شويه وهشك في الراجل اللي مشغلنا المونيتور فوق في السينما. والقاتل في الاخر كان حاجه مفاجاه جدا يعني، او الحد اللي في الاخر ما كانش متوقع خالص، او النهايه ذات نفسها ما كانتش متوقعه خالص. لو جيت سالتوني ممكن مين توقعاتك القاتل في الفيلم ده، ما اعرفش مين. حاولت ان انا اجيبه كده بالسنس من التريلر، ما عرفتش، بس عندي احساس ما اعرفش ليه بنسبه 80% ان القاتل ممكن يكون واحده ست في الجزء ده، ما اعرفش ليه يعني.
بس الترقب ليا لفيلم Death on a Nile هو بنسبة 8.5 من 10، لان فعلا الفيلم ده انا كنت مستنيه من زمان جدا، الجزء الثاني من ساعة ما نزل الجزء الاولاني. مترقبين لتريلرز تانية لأفلام تانية هتنزل المفروض السنة دي في 2020، لأن معظم الأفلام كلها زي ما انتم عارفين بسبب المواضيع اللي حصلت بتاعة الوباء اللي احنا فيه، كل الأفلام تقريبا يعتبر كلها اتأجلت سنة 2021. كان في أفلام كتيرة كنا المفروض نتفرج عليها، أنا معرفش حتى السنة دي لو هيحبوا يعملوا مثلا حفلة الجوائز بتاعة الأوسكار، معرفش هيعملوها ازاي وشبه مفيش أفلام أصلا، فده شيء أنا مستغربه شوية يعني. كنت قبل ما أختم الحلقة كنت عاوز أخد رأيكم في حاجة، كنت بفكر إن شاء الله بإذن الله لما نرجع بقى الحياة الطبيعية عادي جدا والسينمات والكلام ده كله، كنت بفكر أعمل لكم زي فلوجز في الأفلام هنا في السينمات عندي هنا في مصر، بحيث ان انا مثلا الافلام اللي هي ممكن يبقى فيها ترقب، الافلام اللي الناس بتتكلم عليها ممكن نعمل فلوجز، وممكن اقابل الناس ممكن في السينما الناس انا معرفهاش وممكن يتكلموا معانا قبل الفيلم وبعد الفيلم يعني. لسه بفكر برضو اعمل الموضوع ده، ياريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس لو الفكره بالنسبه لكم هتبقى كويسه ولا لا. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي برده سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.